اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. والنهارده معانا حلقه جديده من عائله الطيور. معانا هنا وماما كلاوديا واما وجوليان وبابا مارتن. اهلا بكم في عائله الطيور. بجد النهارده يوم تحفه. قاعدين نلعب انا واما بالعرايس، بنحطها بقى في البوشير ونقعد نمشيها رايح جاي. لا واو بجد يوم تحفه. انا بفكر كده، انا مش عارفه نفسي اعمل ايه النهارده، نفسي اعمل ايه. الحمد لله النهارده اجازه، ما عنديش مدرسه. بتعملوا ايه يا اولاد؟ ها بتعملوا ايه؟ قاعدين بنلعب مع العروسه وبنزقها، ولا انت شايف ايه يا جوليان؟ شايف ان هي فكره حلوه جدا، بس الصراحه دي لعب بناتي، انا ما بلعبهاش. انا بلعب لعب ولادي بس، عشان انا ولد زي ما انتوا عارفين. ممكن نلعب حاجه تانية لو انتوا عايزين. لو انا كنت ولد يا ترى بقى كنت هعمل ايه؟ يا ترى كنت هعمل ايه؟ اهلا انا هاني. ايه ده، اهلا بيك يا هاني، معانا في المدرسة. انت ولد جديد؟ انا جديد معاكو، واسمي هاني. هاني ده شكله امور قوي. ازيك يا هاني، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله، انتي اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انا مش عارفه هنا صاحبتي ما جاتش النهارده ليه، بدور عليها مفتقداها قوي. هنا ما جاتش صح؟ انا مش عارفه ازاي اتحولت وبقيت ولد. يا نهار، يبقى اسمي هاني كمان، مش قادره اصدق. وكمان ديف واقف معانا، الله، انا نفسي اروح اسلم عليه واحضنه وابوسه. طبعا هو مش عارف ان انا هنا وانا ولد زيه، فعادي ممكن انا احضنه وابوسه. عايزه اسلم عليه قوي، عايزه اسلم عليه. هاي ازيك يا ديف، ممكن ناخد بعض بالحضن؟ انا اسمي هاني، اهلا بيك. ايه ده، انت عايز تحضني ليه؟ انت غريب جدا. لا لا لا، شكرا شكرا. يا خسارة، الحمد لله قدرت ان انا احضنه، بس المرة الجاية بقى هحضنه وابوسه. واو بجد مش قادرة اصدق ان تيف معايا وقادرة ان انا يعني اقعد اتكلم معاك اني ولد صاحبه. انا عندي فكرة يا اولاد، ما تيجوا النهاردة عندي البيت ونلعب كلنا مع بعض، بما اني يعني هاني جديد، واعرفكم بقى على نفسي وعلى صحابي. ماشي اوكي، احنا موافقين، شكلها فعلا فكرة حلوة. محدش فيكم يا جماعة شاف هنا؟ بجد ما جاتش خالص النهاردة، انا قلقانة عليها جدا. يلا يا اولاد كلكم طلعوا الواجب بتاعكم، واللي ما عملش الواجب يا ريت يقولي عشان هينقص في الدرجات. لا يا ميس، كلنا عملناه، ازاي تقولي كده؟ طيب يلا، كل واحد بقى المرة الجاية عندكم واجب صفحة 4 جزء جيم وه، ده المرة الجاية واجب بتاعكم. اوكي، ما تنسوش انتوا تعملوه المرة الجاية. خلاص ماشي اوكي ميس، حاضر. وده بقى الهومورك اهو يا ميس، هحكي هتلمي. هلمه عشان اصلحه، واللي ما عملوش هكلم مامته وباباه عشان يدخلوا معايا في البيت عشان يقدر ان هو يعمله بعد كده. طيب اوكي ميس، ماشي. شكلها هتكون شكلنا كلنا مامتنا يعني هيتخانقوا معانا في البيت بالليل. معلش يا اولاد، اللي ما جابش الواجب بتاعه هيتهزق. انا I am so sorry، I am so sorry. يلا بقى نرجع البيت بسرعة. عايز ان انا اوديك اوضتي. توديني فين؟ اوديك اوضتي عادي، يعني اوضتي عادي. نروح بقى وننبسط جدا ونلعب مع بعض في البيت. ممكن نجيب بقية الصحاب يعني لو انت عايز. انا شايف ان احنا نروح احسن نلعب كورة، هتكون فكرة فعلا حلوة. طيب خلاص اوكي ماشي. طب خلاص يا جماعة، انا هروح ادور انا على هنا برا عشان انا فعلا مش لاقياها. اوكي باي باي، هتوحشوني جدا، اشوفكوا بقى يوم تاني. اوكي ماشي يا اولاد، يلا باي باي. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو بسيط عجبكم. بليز قولولي في الكومنتات ايه رايكم فيه. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.